هذا يسأل عن سؤالين، الأول أنه اعتمر لنفسه، اعتمر لنفسه، فهل له أن يعتمر عن والدته؟ نقول نعم لا بأس، ما دمت اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن والدتك. السؤال الثاني يقول أنه هو والدته في سيارة، حصل حادث بينهم بين سيارة أخرى، توفيت والدته والخطأ على الجانب الثاني، فهل هو عليه شيء؟ نقول لا، أنت ما أخطأت، على المدان في الحادث، الذي أدين في الحادث هو الذي عليه، هو الذي عليه الدية والكفارة، وأما أنت إنك لم تفرط، إلا إن كان عليك شيء من الإدانة، ولو 1% من الإدانة يكون عليك الكفارة، أما إذا لم يكن عليك شيء، 100% ما عليك شيء، وإنما الإدانة كلها على الطرف الثاني، فالثاني هو الذي يتحمل. نعم.